للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من بكين أحمد سعد موفد التلفزيون المصري. أحمد، ضعني في الصورة ومشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في الصين وهذه الفعاليات التي تجرى هناك. يعني بالفعل وصل الدكتور مصطفى مدبولي للمشاركة في منتدى التعاون الصيني الإفريقي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن المقرر أن يحضر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الجلسة الافتتاحية وعدد من الجلسات رفيعة المستوى. سوف يلقي الدكتور مصطفى مدبولي كلمة هامة وهي كلمة مصر خلال جلسة بعنوان التحول الصناعي وتحديث الزراعة والتنمية الخضراء، وهذه الكلمة تتوج مسار طويل من العلاقات الوطيدة بين مصر والصين، خاصة بعد احتفاء كلا البلدين بتدشين 10 سنوات على الشراكة الاستراتيجية الشاملة بعدما تم ترفيع مستوى العلاقات بين القاهرة وبكين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، خاصة يعني أن هناك أيضا العديد من أطر التعاون بين البلدين. حتى الآن هناك العديد من مذكرات التفاهم والتعاون في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ومجالات السياحة والسياحة العلاجية والتعليم والتصنيع. هذه المشاركة تأتي في ظل إرادة سياسية مشتركة ومتوفرة لدى القاهرة وبكين في الاستمرار لتقديم التعاون لدول الجنوب العالمي، وتأتي في إطار دعم هذه العلاقات أفق نحو تعميقها. إذا ما علمنا أن الاستثمارات الصينية في السوق المصرية نهزت 12 مليار دولار، وكذلك وفرت العديد من فرص العمل لجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة وأن الاقتصاد الوطني في هذا التوقيت أصبح محل ثقة ومحل جذب لمزيد من الاستثمارات. ماذا عن الفعاليات التي سيحضرها رئيس الوزراء على هامش منتدى التعاون الصيني الإفريقي إذن؟ هناك العديد من الجلسات التي سوف يحضرها الدكتور مصطفى مدبولي.